سوف هذا شوف الله يوفقك عشان عندنا مسبح الحين يرجع منور بسحق. أوصيكم أوصي نفسي يا رجال والله أنا صادق بإذن الله تكفون اللي ما شارك بالوقف للي يسمعونا ها تكفون يا رجال إنه شارك بالوقف في والله تعالى يمكن ما بقى له 3% أو 2% عاد أنتم ما يحتاج أكلمكم ورسالة إن شاء الله أنها توصل بإذن الله تعالى للناس السامعة ما بقى له القليل بإذن الله تعالى ولعل وعسى إحنا نكون من الناس اللي شاركوا بهالوقف وهذا شرف عظيم لنا إذا إحنا طلعنا من هالبرنامج إحنا مقفين وقفين إن شاء الله والله يكتب لنا الأجر ودائما واللي يسمعنا عسى